في حلقة هذا الأسبوع من برنامج ضيف اليمن، تتابعون معنا ضيف هذه الحلقة الأستاذة نجوى أحمد محمد. سنتعرف على حكايتها في اليمن وتفاصيل حياتها والظروف الصعبة التي مرت بها والذكريات الجميلة. نجية أحمد محمد. نعم. الشهيرة بنجوى المصري. طيب ليش اليمنيين كذا؟ يعني فيهم حاجات كتير بتعجبني بصراحة. أنا أشوف يعني الحرقة والألم والدموع بعينك. معقولة أني بقدر أربي دول؟ يعني جو ملموش دخل زي ما يقول اليمنيين. يا سلام على صنعاء وأهل صنعاء وجمال جو صنعاء، يعجبني فيهم الشعور الطيب نحو الأجانب. يعني أستاذة نجوى 40 سنة أنت في اليمن ما شاء الله، خرجوا من تحت يداتي أكثر من مثلاً 170 طالبة. هل خزنتي تعلمت القات معهم؟ روحنا البيت واني جلست لك جلسة. هو مفعول القات. وهو مفعول القات والله. أعمل عصيد بالمرق الحامض. نعم. بالحلبة والوزف المقلي. أوجه الشكر الجزيل لقناة السعيدة. برنامج ضيف اليمن يأتيكم في الأوقات التالية. ضيف اليمن يأتيكم الأحد الساعة 10 مساء، ويعاد الاثنين 1 بعد منتصف الليل، والثانية والنصف ظهرا.